it's caught in the crossfire. It's caught in the crossfire. Hey guys, صباح الخير كديري لبس عليكم نهار كامل اشتري 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 على الخدمة خدمة خدمة الله دخلت جبت ثلاث حوايجي وعاد راني خارج الله سير الشجرة وقلت نديرو هاد الفيديو ونجاوب على واحد جوج اسئلة اللي كيطرحو بزاف وكيتعاودو بزاف. السؤال الأول هو خويا سيمو دابا ما حسن واش تايلاند ولا أمريكا؟ على حساب أخويا فهمتي على حساب كل حاجة فهمتي بحال قلتي سولتينا واش ما حسن واش طاجين ولا كسكس ولا واحد شنو بغاك ولا واحد شنو تيعجبو ولا واحد شنو كيجي معاك. ولكن ندويلك من واحد الشيء اللي هي وجهة نظري الشخصية أنا تتبع لي أمريكان ديال شي واحد جاي باغي يخدم ويتقاتل ويجمع الفلوس ويمشي يرجع لبلادو ولا عادي يمشي للطيارة. المهم الأمريكان ديال شي واحد فهمتي في الطيارة وباغي يخدم باغي يتقاتل أمريكان مزيان طيرون ديال شي واحد ساهله صافي فهمتي الفلوس كاينه ما بلا ما تما ما كاين ما تخدم ما كايناش الخدمه والاميغريشن بوليس متيقين الا شدوك غادي تكرفصوا عليك مزيان دونك تما ماشي ديال الخدمه ما عليك تبغي تخدم القانون كما قلت كاينه خدمه واحده في الطيرون ديال دير الشركه ديالك وتخدم عباد الله ديال تما دونك انت خاصك تجيب معاك الفلوس وكما تقلب دير اوبن كومباني ان تايلاند ولا هاو تو سيت اب كومباني ان تايلاند وتجي تشوف اسميتو البروسيس كي داير خاص في الاول خاصك 60000 دولار 60 يعني في الاول خصك واحد 60000 دولار اللي هي 60 مليون مغربي يعني هذا هو المينيموم كابيتال باش ممكن تبدا الشركه ديالك في الطائر يعني انت خاصك ترونسفيرها من على برا تبروفي لهم النجاح من على برا عاد انت كاجنبي سمحوا لك دير شركه في الطيرون وعاد القوانين مرونه بزاف يعني فضل لا الروينه هذه ديال شي واحد اللي فهمتي الخدمه شي واحد اللي تيفكر باغي نخدم باغي نخدم باغي يتقاتل باغي بيسر ويجي بطريقه قانونيه ما كاينش ما احسن من الامريكا فهمت الحريه ما كاينش ما احسن من الامريكا كنا اخويا لي انا شخصيا لا اخويا انا ما انا تعجبني تايلاند كتحس الناس راه كاملين عطلان الناس كاملين مستريحين الضغوط النفسيه ما كايناش انا راه الناس ما عندهمش الوقت انا راه الناس ما عندهمش الوقت راه كلشي كتحس به كيجري كتحس بلي كلشي كيتقاتل الناس انا ما عندهاش الوقت اللي تضيعو كاع فهمتي راه واحد السيستم سيطاب واحد الماتريكس كاينه هنايا راه كتحس لي الناس راه ما عارفش كنصو سليفز عبد تجري باش تعيش انا حاجه ما عجبانيش هي البرد 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 على الجاكيطه والمكباط والبرد طيروند اخر مصيفين العام كامل وترعوا في البيسين والبحار والصنادل ديال الصنادل والشورت والتيشيرت العام كامل وفرحان خلاص تلقاو لنا الله خيرتيني تقول لي امريكان تعيش في امريكا ولا طيروند ديجا انا اختاريت لان راه ديجا جاو 60 فرصه باش نعيش هنا في امريكا انا ما باغيش انا باغي الطيروند باغي شي بلاصه و 2020 باغي نرجع نعيش في المغرب نعيش في المغرب 2020 والبلاد زوينه العوده خاص بزاف ديال الناس كتكفروا هاد البلاد زوينه ما كيحملوهاش ما انا بالنسبه ليا شخصيا كنقولها باختينا والله الا البلاد زوينه كنمشي لها كتعجبني غادي نرجع لها 2020 دابا حاليا خدام ما مساليش ينصح الخبراء اليابانيين باتخاذ الاجراءات التاليه سبسكرايب لايك كومنت فيفورت